السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة كريمة الحاج وفيديو جديد من عند سي زكريا تابيسي اللي دايما تنصور لكم عنده في مدينة تمارة. المحل كيتواجد في حي الوفاق بالقرب من المحكمة الابتدائية، العنوان دائما تنخلي لكم في آخر لا فيديو. بالنسبة اليوم إن شاء الله غادي يكون عندنا الجديد هو كنابي بلدي أو كنابي بلمسة بلدية، شي حاجة روعة. غادي نشوفوا مجموعة ديال الصالونات العصرية فيها بزاف ديال الأشكال سواء مينوتي أو سامبل، واللوينات دائما ما تيختلفوا. وغادي نهضروا لكم على الخدمه ديالهم، غنهضروا لكم على جديد الخياطه، اي اسرار لا تابيسري تنقولوها لكم. بالنسبه للاثمنه دائما في المتناول وكيف العاده عمرنا ما تزيدوا في الثمن دائما اللي تنقولوا لكم راه تيبقى هو. المحل كيدير التوصيل لجميع المدن كيف قلت لكم داخل وخارج المغرب، وبلا ما نطول عليكم يلا نبدا لا فيديو. السلام عليكم زكريا. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ بخير. بدلت الحطه عاوتاني هذه المره. اليوم كاين الجديد، شي حاجه اللي زوينه بزاف. الجديد هو البلدي. نبداو اليوم بهذا الكنابي الغزال. كنابي بلدي بلمسه بلديه. الوغ شنو الجديد؟ شنو الجديد في هذا الكنابي؟ هو انك دخلتي الفرماجات في المطروز اللي غنشوفوهم من دابا شويه، ولكن الجديد ماشي غير في البلدي، الجديد حتى في الخياطه. في الروم عاوتاني يعني دخلنا اليوم هاد الخياطه هادي، وانا اللي كنقترح على الكليان. هذا اقتراح ديالك. شفتك درتي هذيك النهار في لاطوال وعجبتني، ودابا درتيها في لونتيطاج. هاد الثوب لونتيطاج الجديد، انا تنزومي لكم على الثوب باش تشوفوا الثوب كيفاش داير. تبارك الله غزال. فوالا لو كانابي جا بحال هكا، تخدم قطعه وحده غير هاد غير هاد الجهه. هذا السيا والفرماجات والفرماجات اللي هما جاو اون بياس باش نوريهم. هذه راه بالظهر. اييه فوالا، الفرماجه بوحديتها اللي جات بالظهر. ياك بالظهر جات لاقيه عليا. فوالا شوفوا هي الظهر مخدوم بنفس الثوب اونتيطاج، ولكن الفرماجه هذه جات بالمطروج. هذه قطعه وحده ما فيهاش زعما الكركاس بوحدو، لا والفوق بوحدو فيكس مفيكسيا. فوالا هذه هي الكلمه اللي كنقلب عليها وتلفات ليا. الوغ هذا كنابي فيكس جا غير في هذه البلاصه اللي فيكس. فوالا بهذا الكودوار اللي كتجي الكودوار ديال لاتر انا كيحسب لي الشان، عرفتي في داك النفه ديال الشان. هذا لاتر فيرنيه بهذا اللون، كتجي فيها مخده داخله. بالنسبه للبونج هذا 33 كنحاول نشد لكم على الكنابي كيفاش جا من هنايا. الوغ هذه جات قطعه وحده، جات فيها الفرماجه الاولى. هذا صالون اي مي، هذه جات الكركاس بوحدو والبونجا بوحدها. هذه بالسلسله. بالنسبه لهذا راه تقدروا تحيدوا الثوب. سولتني واحد السيده بالمناسبه قالت لي واش هذه نقدروا نديروا ليها هاد الكركاس، واش يقدر مثلا اللي ما بغاش يفيكسي واش كيدار بسكراتش؟ ممكن يعني اللي بغى. هذه راه هذه طاش دابا حيت هي الله كيبغيو فيه. عاوتاني الوتر راه ما يمكنش يدار سكراتش. اييه وقتاش نديروا السكراتش؟ الا كانوا رجيلات. نتمنى ان نكونوا جاوبنا الناس. انا ننصحهم الا كان هذاك يديروا اونتيطاج ويكون فيكس ويكون فيكس سكراتش. بلا ما يديروا سكراتش كيجي حتى في الفينيسيون كيجي مزيان. الفينيسيون كيجي مزيان. بالنسبه للناس يبقى ديما يبقى مرخوف شويه ياك. شوف هذا ما مرخوف. لا هذا راه تيكون فيكسي مجبد مزيان. بالنسبه للناس في حاله الا بغاو مثلا يديروا سكراتش، حيت سولوني راه تيدار غير هو لا فينيسيون كتكون في الفيكس اكثر ما كتكون في السكراتش. وما تتكونش ملي تيكون السوكل بحال هكا، تنقصدوا بالسوكل هو هاد الخشبه اللي تتجي هكا لتحت كامله، كتجي لتحت في الكنابية دايره بها كامله. بالنسبه للناس اللي دايرين رجيلات هما اللي تيديروا. بالنسبه للبونجا الفوق راه دائما تيكون معاها السلسله، تقدر تحيدها. تخدم معاها بلا بياس داير بلا بياس بيان سور. هذا البونج 33 هذا 33 ماشي بالاش ار. لا ماشي بالاش ار. هذا 33 داكوغ. فوالا والفريميجه الثانيه هي هذه. بالنسبه للخديات راه الذوق ديال الكليانه، يعني الكليانه اللي بغات هاد اللوينات بغات هادو، وانتم ليكم الاختيار. تقدروا ديروا هنا كالدو، هنا تقدروا ديروا كالدو في الطويل. جو بونس حتى الكليانه طالبه كالدو. راه طالبه مازال غير كالدو، انما بالمزوق بالمطروس. غتجي بالمطروس غدير مطروز، ولكن غتكون فيها كما قال لي السي العاوني الخيار. غتكون وحده هنا. اييه غتكون وحده في هاد الجهه وحده. انا غنشد لكم دابا على الكنابي كامل. فوالا تخيط هكا في هاد الجهه كنابي فيكس، وجا هنا هنا عاوتاني شوفوا لي الديبار. علاش قلنا لكم كنابي بلمسه بلديه؟ هذا تيعوض الصالون البلدي بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش داك الشيء بلدي 100%. حنا صالوننا راه ما نستغناوش عليه، ولكن بالنسبه للناس اللي تيبغيو شهوتهم في الرومي ولكن في نفس الوقت ما بغاوش يبعدوا على المطروز، يقدروا يديروا بهذه الطريقه.
هنا لا كودوار جات بحال هكا. وبالنسبه للحطه راه يقدر يبانوا لكم شي فراغات راه حيت الارضيه ومقاداش، اما هو راه مقاد ومازال باقا تبع الخدمه. حنا راه تنزربوا غير باش نصوروا، تنحطوا داكشي بالزربه غير باش ما يقول لي شي واحد مثلا كاين فراغ. اصلا الحيط راه مايل او الارضيه راه مايله، وحتى في الحيط ظهرت الحيط شوفوا راه كاين الحيط، كاين عاوتاني الكراج داخل سكيف في الحطه، يقدر يبان لكم ماشي هو هذاك ولكن راه مقاد. نجيو للمخاد، المخاد لاول مره عندك كنصور هذا النوع تاع الخدادي، ماشي لاول مره كديروهم، غير لاول مره تنحضر فيهم. هادو الخديات بالباسبال، فاليز بالباسبال، كتجي فيهم هاد الدوره بحال هكا من الجنب. ورينا الخديه كامله خويا باش نشوفوها. شوفوا دابا الخديه كيفاش دايره، دورها ليا، كتجي راقيه وزوينه. وهذه راه لا طوندونس خياطه بلديه من زمان كيف ما قال لي اخويا العوني. فسولته قال لي هذه راه كنا كنديروها شحال هذه، دابا رجعوا ليها. داكشي علاش قلنا لكم كنابي رومي بلمسه بلديه، شي حاجه واو. بالنسبه للثمن دابا حنا نوصلوا للمعقول، الثمن ديال هذا شحال كيدير؟ الثمن ديال هذا كيتقام ب 1400 للميتر. 1400 درهم فقط، ماشي 1550؟ لا هذاك بالرونج. اييه هذاك بالرونجمون، فين كنقول انا واش نقصي هذا الشيء كامل؟ 1400 درهم باش كيتخدم هذا لو موديل، بحال هذه الجهه بحال هذه الجهه تماما. بحال هذه الجهه بحال هذه الجهه. بحال الفيكس. الفرماجات اللي كتخدم دابا الا كانت الفرماجه شحال كتخدم بوحدها؟ لا تيجي 1 ريال الفرماجه باش ما يبقاش. دابا الا كانت تحسب بحال هكا. الا ما كانتش بالظهر هذا غتحسب 2 متر، كانت بلا ظهر غتحسب متر ونص. دابا هي محسوبه العبار ديال 2 متر حيت فيها الظهر، يعني غتاخذوا العبار ديال الصالون ديالكم كامل وغتجيو حتى للفرماجه غتحسب ب 2 متر حيت فيها الظهر. لان فيها الظهر الا بلا ظهر كتحسب متر ونص. وهذا هو الصالون. بالنسبه للونتيتاش هذا اخر كام كنتو دخلتوها شفناها المره اللي فاتت. حنا نوريو لاكام ديالها. هذه راه كتشبه بحال قشور الحوته. اييه بحال قشور الحوته، الملمس ديالها غزال وفيها بزاف ديال اللوينات. نشوفوا معاك لاكام اخويا زكريا، نعاودوا نذكروا الناس بلاكام اللوينات ديالها كي دايرين. كاع الالوان اللي بغيتوا راه كاينه، انا غنحاول ندوز لكم على اللوينات باش تشوفوهم. ديغرادي ديال البيج، البيج طوب، هذا البيج طابا، واحد الكري كلير، الكري، كاين الكري غامق، كاين لوغوز بيبي، كاين هذا بحال السيال او غمق من السيال، غادي لواحد فوالا، كاين البلو مارين، وكاين هذا الفير كانار. كاع اللوينات كاينين، هذه الثمن ديالها حتى هي بحال الاخرين، يعني نفس الثمن، يعني كاع لي غام اللي عندكم كتخدموهم بنفس الثمن، يعني بالنسبه للكنابي ثمن الكنابي ما كيتبدلش، واخا كتبدلوا الثوب اللي غتخدموا به. الا كان شي ثوب من واخا هذا زيد شويه في الثمن، ولكن بالنسبه للكليير كتخدموا بنفس الثمن، كتخدموه بنفس الثمن. وبقاو معنا غنشوفوا الكنابي الثاني اللي مخدوم بنفس لا غام بنفس الثوب، ولكن هذه المره غنشوفوا هذا اللون اللي داير بحال الصابلي. هاد اللوين رقم خمسة، ياك رقم خمسة، رقم خمسة عقلوا عليه. وهذا رقم ديالاش؟ هو هذا اللو الثاني، هذا رقم جوج. هاد الصالون تخدم برقم جوج، اللي بغيتو تاخذوا هاد صوبوا بحال هاد الصالون رقم جوج قولوا لزكريا. وهذا رقم خمسة اللي غنشوفوا معاك دابا. قلنا لكم كنابي ثاني اللي هو بنفس توب اونتيتاش، ولكن شوفوا لي هاد المرة شفت هنا البومباج نيت ديال النفس. راه ديما كنديروها كريمة، قلتها لك ديك النهار راه البومباج كيبقى على حسب الذوق ديال الكليون، على حسب الكليون. يعني الكليان الا بغى هذا العرض بحال هكا هذا تقريبا واقيلا فيه شي 20 عام، شحال فيه؟ فيه شي 25 في العرض، 25. شوفوا لي البومباج كي داير، تبارك الله، شي حاجه روعه. عجبني، واخا انا تنقول الناس ما ديروهش بزاف حيت هي كل من الجلسه، ولكن اللي عندك الجلسه كبيره ماشي مشكل تقدر ديرها الا عندك التواسع، علاش لا؟ ولا عندك كنابي عريض. الفينين وهنا في الباسبا، الباسبا شوفوا لي غزال، شوفوا لي الظهر كي داير، غنشد لكم عليه. حنا راه تنعطيكم الحاجه قبل ما نحطو، راه باقا تيخدمو في لي ماطلا على ما يخدمو، بغينا نوريوكم غير لا فينيسيون. فوالا كتجي هاد الباسبال كتجي زوينه، كتجي مفينيه وعلى الحيط، كتجي كتقاسي الحيط. كيبقاش يتقاس، كيبقاش يتقاس الحيط. وشوفوا لي البومباج غيبان لكم هنا بزاف، شتو تبارك الله شحال ديال العرض. هذا راه باقي خدامين فيه، باقا كيتفينا، بغينا غير نوريوكم قبل ما نحطو عليه لي ماطلا. نفس الثوب هذا بالرونجمون، اذا هذا غيكون ب 1550 درهم. دائما بالرونجمون تيكون 1550 درهم. هذا مخدوم ماتلاسي او مينوتي، وتال تحت نفس الديكور، ودائما بالسوكل على ما يحطوا لي ماتلا. دابا نعاود نكمل لكم.
سؤال اخر، كل مره كنصور معاك كنتفكر شي حاجه بالنسبه لهاد الكودوا، واش كتحسب بوحدها ولا كتدخل في المال خارج؟ دابا كاين اللي كيحسبها نص متر، حنا ما كنحسبوهاش نص متر. شنو كتحسبوها؟ كنحسبوها 600 درهم. 600 درهم؟ 600. يعني الا جينا نحسبوها نص متر وهو مخدوم 1550 راه غتجي طالعه. غتجي طالعه. غتجي بريسك واحد 800 درهم. قل شي 25 درهم. اما هي كتحسبوها 600 درهم بالنسبه لهذيك القدوة اللي شفناها جي معايا خويا زكريا نرجعوا نوروها للناس. بالنسبه لهذه اللي كتجي دايره ما تدوش على الصداع، حنا راه على الشارع. هذه كنحسبوها حنا 950 950 درهم. هذه اللي شحال كيخليها لي النزار؟ واش فهمت انا ما كنربحش فيها حتى شي درهم. اذا هذه كتحسب ب 900 درهم. 950 950 درهم. وكيف قلنا لكم غادي نشوفوا الكنبي، احنا وريناكم الكركاس ديالو، دابا حطينا عليه البونجات. ياك اخويا زكريا هذا راه برونجمون، غنوريكم دابا الرونجمون ديالو بالنسبه للثوب، نفس الثوب اللي خدمنا به هذاك الصالون اللي بالبلدي، نقدروا نقولوا بلدي فوالا. من اللون الثاني اللي وريناكم رقم خمسة بهذا اونتيتاج ديال قشور الحوته، كيجي غزال المخدات، راه غير حطيناهم. دائما تنحط لكم الخدادي غير باش نخرجوا لكم التفريشه، مي الخدادي راه مازال ما تخدموش، لان هادشي تيجي التصوير على فجاه، ماشي على فجاه وانما تيكون داكشي ما واجدش 100%. نشوفوا الرونجمون ديالو، عافاك دائما الماطله راه كتكون بالسلسله كيف العاده، والرونجمون ديالو هو هذا. باقا خاصها واحد التطيبه وغادي يبان هو هذاك الماطله كيف كتشوف. الماطله كتجي دائما كتدخل في شتي هذا فاش جات بومبي تبارك الله، شتي فين دخلات هي ديما تدخل، غير هذا بومبي ميز ديال المعقول. شوفوا ليا الخدمه كي دايره، الكركاس كيف قلنا لكم راه ميلوكي، وبالنسبه الكودوار راه كتخدم بوحدها. الثمن ديال هذا 1550 درهم. 1550. وبالنسبه لهذه الكودوار كتحسب 600 درهم، غنحسبوها لكم لا متر ونص لا حتى شي حاجه، غتخدموها ب 600 درهم. غادي نمشيو نشوفوا واحد الكنابي واحد اخر، ودابا غنشوفوا الكنابي الثالث. دابا الثالث هو الكنابي الثالث اللي غنشوفوا معاك اليوم، وهذه اليومين ديجا خدمنا تبارك الله كيجي. شوفوا الظهر عاوتاني بومبي، الظهر بومبي اليوم تبارك الله، الصالونات برعايه الظهر بومبي. كاع لي كليون طلبوا لينا هاد الستيل هكا تيجي بومبي فوالا. هذا بلونجمون، كاع لي كنابي شفناهم اليوم بلونجمون فوالا. كيجي الكركاس ميلوتي ميلوتي تحت بالسوكل، وقلنا بالرونجمون. وبالنسبه للظهر حتى هو راه تخدم بنفس الطريقه، نفس الخدمه ديما بالباسبال، كتجي زوينه وراقيه. درنا معاه هاد الخديديات، غير حطيناهم باش الكنابي تخرج، ما الكليان راه كيختار الخديديات اللي بغا. هادو خديات ديال المحل، كاين الناس اللي تيطلبوهم راه تنديروهم سينا، وراح تنحطوهم باش نخرجوا الكنابي. الثمن ديال هذا الكنابي هو 1550 درهم، ثمن حصري للمتابعين ديال القناه ديال كلمه الحاج. بالنسبه للناس اللي تيجيو للمحل من غير يعني خارج القناه ديالي راه تيبقى الثمن اخر، هذا دايرينه بحال كود برومو ديال لاشين 1550 درهم. وتنقول لكم هذا الثمن راه صراحه انا ماشي حتى قيمه السلعه، لانه مخدوم تبارك الله داخله لي السلعه، مخدوم بوش 33 بلا بياس اونتيتاج شي حاجه اكيد. حنا راه تنصورو معك دائما، والناس اللي يخصاوبو عندك راه غادي ياكدوا لنا هذه المعلومات في التعاليق ديالهم. تبارك الله راه بزاف ديال الناس اللي تعاملوا معك عن طريق لاشين وتيشكروا المحل. اللوينات والشكيلات راه تيحمقوني، هاد الالوان اللي تيبانو تيجيو زوينين غير زعمو فيهم. وغادي ونمشيو نشوفوا معك كنابي واحد اخر. وبقى لينا هذا الكنابي الاخر، الا كنتو كتعقلوا راه ورينا لكم شي حاجه بحالو المره اللي فاتت. هذا كوموند ثانيه، كوموند ثانيه، ولكن خدمه لي رومي بزاف، كتشوفوا في لي شوروم الكبار، لي شوروم الكبار. وتبارك الله هذا السيد او السيده او الكليان اللي طلبوا تبارك الله راه ذواق. شوفوا لي الفرماجه قداش، فرماجه كبيره. الخدمه هذه اختي كريمه راه انا اللي اقترحتها. وي شوفوا الخدمه كيفاش دايره، جات كلها بحال هكا باش نوريكم. هذه بيكي كما تنقولوا لها، وجات هنايا دار فيها هذا الباسبال، جاب فيها هذه الخطيطات غير هنايا، وفي الجهه الاخرى حنا راه درقنا عيب الخدادي فوالا. وراه كبيره، شحال فيها هذه؟ متر و30 على متر و30، فيها متر و30، انا نشد لكم عن بعد فوالا، فيها متر و30 على متر و30، وجات برونجمون. وتحيه لواحد الحرفي الصاعد، نقدروا نوريو الحرفي الصاعد خويا عماد، تحيه لي عماد. قال لي والو الفرماجه راه ديالي. شوفوا لي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. هذه تصاوبات بواحد النوع ديال الثوب ماشي سيميلي كوير، هذا نقدروا نقولوا لامبيرميابل، واحد الثوب فيه نيفي كيبان لك بحال السيميلي ولكن راه ماشي سيميلي كوير.
بالنسبه للثوب اللي لقيتوه هنا مرحبا، اللي ما لقيتوش راه كيكومونديه لكم يجيبوه لكم الا بغيتو ثوب، سينو راه تقدروا تجيبوه نتوما فوالا. وتقدر تخدم حتى بالسيميلي كوير، تجي روعه. السيميلي كوير راه فيه بزاف ديال الانواع، دخلوا الفيديوهات عندي راه تبارك الله كنحط دائما محلات كيخدموا بهم. هذه راه زادت بالشكل ديال الصوص نفس الشكل اللي درنا في الصالون اللي وريناكم في البلدي. هذه جديده، هذه دابا ثالث مره كديرها في شي كنابي اللي شفتها، وكتجي زوينه وكتجي حتى في الدار ياك. نشوفوا الدار ديالها كي داير. هذا راه اونباري ان شاء الله غادي يمشي الباسبار ديال لافرا. هذه نقدروا نقولوا كنابي السلسله. وشوفوا لي الدار عاوتاني لا فينيسيون، اهم حاجه هي لا فينيسيون. شفتي الموتيف اللي دار فيه، خدموا بهذا الباسبال كيجي روعه. الخدا دي راه ماشي ديالو عاوتاني، حنا غير كنحطو باش نخرجوا لكم التفريشه. هذا راه مازال باقا غادي يجي كبير، فيه هادو جوج هادو رونجمون، ولكن كتهز مازال غيجي واحد هالكميله فوالا راه محطوطه تمايا واحد ميريديان. ميريديان غتجي، واحد كنابي ميريديان غتجي هنا في الجنب. بالنسبه لهادو راه بالرونجمون ولكن لاصقه كيف وريناكم المره اللي فاتت، بحال الماطله كتهز مع 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 الرونجمون، ماشي الماطله بوحدها. هذا كتسمى كنابي فيكس ولو فيه رونجمون كنابي فيكس. وهذا عاوتاني مخدوم بالاش ار فوالا، هذا مخدوم بالاش ار كيف اللي شفنا المره اللي فاتت، مخدوم بالاش ار. بالنسبه لهذا الكنابي الثمن ديالو شحال كيبقى؟ كيبقى 1900 ليك اختي كريم. 1900 ليا انا اللي غنديه في الدار، 1900 ليكم بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي غادي يجيو الكليان ديالنا. 1900 درهم ولكن شي حاجه 90 في العرض. و 90 في العرض، ركز ليا على 90 بحال ديال المره اللي فاتت نفس القياس. وراه اونبالينو باش يحافظوا عليه، لان كتعرفوا هذه الالوان راه كتوسخ اون اتوندون يكملوا. كل حاجه كتونبالا كل حاجه تتونبالا في الوقيته ديالها، وكتوصلكم في امان الله. توصيل جميع المدن وكذلك خارج المغرب. وبهذا نكون وصلنا معاك الختام ديال الفيديو اليوم خويا زكريا، بعد ما شفنا اربعه ديال الصالونات او دي كانابي وفيهم واحد بلمسه بلديه. اللي بغى شي حاجه يتواصل معك في الرقم توصيل كما قلنا لجميع المدن، المراه فيها الواتساب فيها كلش. وزكريا تبارك الله تيجاوب، عمر شي حد ما قال لي راه ما جاوبنيش تبارك الله، ديما على القرص كتجاوبوا. نخلي لكم العنوان في اخر لا فيديو باش تعرفوا حنا دائما في حي الوفاق حدا المحكمه الابتدائيه. الفيديو من دابا شويه غادي تلقاوه ديال العنوان. شكرا لكم، وديما كنقول لكم راه كنوعدكم بالجديد، ديما الجديد وديما الجوده والمعقول. اللي حار في الموديل ولا شي حاجه راه يوريني البلاصه نطراسي لي الموديل. صافي اي موديل عندكم في دماغكم زكريا كيطبقوا لكم. شكرا لك خويا زكريا، وشكرا ليكيب كامله، عماد الولد الاخر ما عرفتش شنو سميتو، السي العوني، كل شيء كاملين تبارك الله عليكم وبسلام عليكم. بالنسبه للعنوان ديال المحل فحنا في حي الوفاق بطبيعه الحال في تماره، المحكمه الابتدائيه هي هذه. هذا هو شارع عبد الكريم الخطابي، كتدخلوا مع شارع عبد الكريم الخطابي حتى كتوصلوا التجاري فين هنا هاد البلاصه التجاري. المحل كاين حداه هنا، كاينه كافي ديال شومان ديبو، يعني الروبير هو المحكمه الابتدائيه. حتى بالنسبه للناس اللي غيجيو من خارج كازا فلاكار ديال ترى راه قريب، ميم با حتى 5 دقائق على رجليكم كتوصلوا المحل.